Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم راضيين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. في مفاجأة مدوية عكس السرد السائد، كشف تسريب إنسومنياك الأخير عن تفاصيل لم نكن نعرفها من قبل، وبالتحديد ألقى بتسريب الضوء على عدد لاعبين الألعاب الفردية مقارنة بالألعاب الخدمية، واللي أوضح بأن مستخدمين البلاي ستيشن 5 لعبوا المزيد من الألعاب الفردية مقارنة بالألعاب الخدمية. وبكده نفهم ليه سوني تراجعت عن قرار الاستثمار الكبير في الألعاب الخدمية والعودة إلى التركيز على الألعاب الفردية واللي تتميز طبعا فيها منصة البلاي ستيشن. في حوار بودكاست جيم ميكرز نوت بوك قال المسمون والمخرج نواوكي يوشيدا، وهو واحد من أهم الأسماء وراء سلسلة فاينل فانتسي في الفترة الماضية، بأنه قد يكون حان الوقت لحقن دماء جديدة في تطوير ألعاب السلسلة. قال يوشيدا عندما طرح السؤال إذا كان سيخرج لعبة فاينل فانتسي 17 الغير معلنة: أنا عضو في مجلس الإدارة الآن، ولذلك أحتاج حقا إلى مشاهدة ما أقوله هنا. سأقول فقط أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، ومع ذلك إذا كان علي قول أي شيء فقد أتيحت لي الفرصة للعمل على 2 من هؤلاء. بيتكلم طبعا هنا عن أجزاء اللعبة 14 و16، وبعدين بيكمل: لذلك ربما حان الوقت لشخص جديد. وأضاف: بدلا من التعامل مع نفس الأشخاص القدامى الذين يتعاملون مع المهمة التالية، أعتقد أنه سيكون من الجيد في بعض النواحي أن نتطلع إلى المستقبل ونجلب جيلا أصغر سنا يتمتع بحساسيات أكثر شبابا لإنشاء لعبة فاينل فانتسي جديدة تتناسب مع التحديات التي يفرضها العالم اليوم في الصناعة. كلام معناه أن غالبا هيبقى دوره بالكتير إشرافي، ولكن لم يحدد أي شيء بعد. وكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها وأن نهاركم يكون أبيض وجميل. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديوهات القادمة.